اهلا بيكم في مطبخ بيتزا شيف. هنعمل النهارده مع بعض دجاج كنتاكي، وزي ما اتعودنا في مطبخ بيتزا شيف كل حاجه بنعملها بطريقه سهله وبسيطه. انا كنت من فتره نزلت لكم طريقه اصابع الدجاج المقرمشه، نفس التكنيك بتاعها في الدجاج، بس في ناس قالوا لي ان هو ما بيطلعش مستوي كويس جامد جدا. هو اول نقطه عشان انت تكوني حريصه على سوى الدجاج معاكي وفي التحمير، ان انت ما تكونيش جايبه فراخ اكبر من الحجم ده، يعني دي في حدود معاكي من كيلو، كيلو وربع، كيلو ونص، دي يعني اقصى حاجه الفراخ الحجم ده باستمرار تجيبيها لفراخ الشوي على الشوايه، او لو فراخ هعملها كنتاكي يبقى ما تجيبش الحجم الكبير واقول ما بتطلعش معايا مستويه. تاني نقطه بقى اللي انا هصورها لك وجايبها مخصوص علشان تعرفيها، هي التقطيع بتاعتها. مش هقطعها اربع ارباع واسكت واروح محمراها، لا هقطعها اكتر من كده. انا عندي دي فرخه هقطعها اربع ارباع، هقطعها اربع ارباع واديلك. قطعت الفرخه عندي اربع ارباع، خلاص ببدا اشيل الجلد من عليها. وطبعا الجلد والحاجات دي انا ممكن ما برميهاش، طبعا انا اعمل منها احلى شوربه. خلاص ادي عندي كده اهوت، ده ربع واحد بس، ماشي. اجي على الجزء دوت كده فوق، وكمان جزء، يبقى الربع الوحيد بقطعه تلات قطع. احنا شفنا تقطيعة الستر على تلاتة، ادي الورك برضو نزعت منه الجلد الطبقة الخارجية، وابدأ اقطعه برضو الدبوسة لوحدها. والجزء دوت اقطعه اتنين، حطيت عليها معلقه خل ومعلقه ليمون، ماشي. ونبدا بقى للبهارات والملح. عندي دلوقتي معلقه ملح للخليط دوت، مع معلقه صغيره من كل حاجه، عندي فلفل اسمر دي اهم حاجه، مع الكزبره. عندي بعد كده هو بابريكا وكركم وجنزبيل، حط بس اهم حاجه اللي انا قلت لك عليه. خلاص واقلب الفراخ كويس كويس جامد واخلطها كويس، واسيب الخلطه دي في حدود ساعه. انا كده ما عملتش فيها اي حاجه، ولا حطيت زبادي ولا حطيت لبن ولا حطيت اي حاجه. خلاص اللي عايز يحط المكونات دي يحط، بس انا بقول لك هي ما بتتعملش كده ولا تتبيلتها كده في المطاعم. تتبيلتها بتبقى بالطريقه اللي انا بقول لك عليها، فلفل اسمر وملح وكزبره ناشفه. خلاص طيب نيجي بقى لاهم نقطه عندي، انا هسيبها كده اهوت الخلطه دي في حدود ساعه كده عندي. نيجي بقى للخلطه دي، اللي اهم حاجه عندي عباره عن كوبايه دقيق، خلاص، وعندي معلقتين نشا كبار، وعندي معلقه صغيره بيكنج باودر، وحاطه من التتبيله بتاعه الفراخ حاجات بسيطه، يعني يا دوبك نص معلقه ربع معلقه من كل حاجه، ونص معلقه ملح. طبعا الفراخ هتقعد كده ساعه تشرب التتبيله كويس، فانا مش محتاجه ان انا اكتر في الحاجات دي، بس كل الحكايه ان انا عايزه القشره الخارجيه تبقى طعمها متنكه، ماشي. النقطة التانية بقى والأخرانية في سر نجاح الفراخ معاكي، المية المتلجة. دي مية متلجة لازم أعمله، مية متلجة أكون عارفة إن أنا هحمر أو ما على طول حط المية، أي إناء فيه حبة مية وحطهم في الفريزر، والفراخ ديت ما سيبهاش بره، اروح احطها في التلاجة. ليه؟ عشان عايزه احافظ على درجه الحراره بتاعتها، علشان لما اجي احطها في الزيت تديني الطبقه المقرمشه اللي هي عامله زي بتاعت جلد السمك. خلاص يبقى دي النقط دي لو انا حافظت عليها النتيجه ان شاء الله هتبقى معاكي ممتازه. بصي بقى قبل ما احمر الفراخ حبيت اوريكي الحته دي بس بتاعت الدبوسه. بجيب السكينه وبغرسها، بغرس ما بين العظم واللحم، بعمل فراغ كده اهو كده، بحاول اعمل تهويه وتفريغ لالتصاق اللحم بالعظم، علشان لما اجي احط في الزيت يستوي ما يكونش فيه عندي اي حاجه. نتجنب موضوع الدم. بصي ممكن تجيبيها من فوق، طب وممكن حاجه كمان ممكن انغزها بالشوكه، او ممكن بس الطريقه بتاعت السكينه احسن واجمل. خلاص دي برضو خلطت كل المكونات في بعضها زي ما قلت لك، الدقيق بالنشا بالبيكنج باودر مع رشه خفيفه من البهارات اللي عندي، ماشي. بصي اهي اروح احطها في الميه المتلجه اهي، واروح ارجعها تاني للدقيق
طلعت من الدقيق المره الثانيه، واحط على طول في زيت حامي. هي استوت على الجنب الثاني، ابدا اقلبها ساعتها بس اوريك المنظر واللون والشكل. ولا استخدمنا اي نوع من انواع المقرمشات ولا اي حاجه، انا بس عايزه اوريكي الحته ديت، الجزء دوت اللي هو بتاع القرمشه بتاعه السمك. بتستخدم ايه؟ بتتاخد من الدقيق مع الميه المتلجه، ما بتتاخدش من حاجه ثانيه بقى. هتحطي لي بقى قرن فليكس مش عارف ايه، بصي هي كده، هي بتتعمل كده اهو. يعني السر عندي انك توفري ميه متلجه، تحطي في الدقيق وطلعي. شفتي المنظر عامل ازاي؟ يعني شغلها بسيط، والتكنيك بتاعها سهل جامد جدا والله يا جماعه. وزير فراخ بعد ما طلعناها بعد القلي، حبيت بس اوريكي النتيجه، ان انت ممكن تعملي نتيجه وتعملي منظر وشكل زي اللي بره بالظبط، بس اهم حاجه الخطوات اللي انا قلت لك عليها. خلاص ان شاء الله تجربوا النتيجه وتعجبكم باذن الله. مع تحيات مطبخ بيتزا شيف.